الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أمر بذكره ووعد الذين يذكرونه مغفرة وأجرا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا رسول الله سيد الخلق والبشر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحباب، أحيوا قلوبكم بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أيها الأحباب، ذكر الله تبارك وتعالى سبب من أسباب مباهاة الله لملائكته في عباده. ففي الحديث الصحيح الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه فقال لهم: ما أجلسكم هنا؟ قالوا: ذكر الله. قال لهم: الله؟ قالوا: الله. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما استحلفتكم إلا أنني لا أظن فيكم شيئا، ولكنه أتاني جبريل وقال: إن الله يماهي بكم الملائكة. بسبب ذكرهم لله، ذكر الله سبب لنزول رحمة الله سبحانه وتعالى، كما في رواية الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على سلمان رضي الله عنه ومعه أصحابه وكانوا يذكرون الله، فكفوا عندما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون؟ قالوا: كنا نذكر الله. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت الرحمة تتنزل عليكم فأردت أن أشارككم فيها. فلا تغفلوا أيها الأحباب عن عبادة عظيمة لا تحتاج منك إلى عناء ولا إلى مشقة، عبادة تكون سبباً في أن يذكرك الله في الملأ الأعلى، كما قال مولانا في الحديث القدسي الجليل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فما أجمله وما أعظمه أن يذكرك الله ويباهي بك ملائكة السماء. يقول صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يلتمسون أهل الذكر، إذا وجدوا قوما يذكرون الله جلسوا يسمعون التسبيح والتحميد والذكر ثم يصعدون إلى الله فيسألهم مولانا وهو أعلم: كيف وجدتم عبادي؟ فيقولون: يا رب وجدناهم
وتركناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك. فيقول مولانا: اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. تقول الملائكة: يا رب، فيهم رجل أتى لحاجة، ما أتى للذكر، لكنه أتى لحاجة وجلس معهم. فيقول مولانا: وله قد غفر، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أيها الأحباب، أبي بن كعب بسبب ذكره لله وقراءته للقرآن ذكره الله في الملأ الأعلى، كما يقول أبي، يقول: أجلس في بيتي والباب يطرق علي فأقول: من؟ فيقول الطالب: محمد. يقول أبي: فجاء في ذهني كل محمد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: محمدا من؟ قال: محمد رسول الله. ففتحت الباب وفي قلبي من الفرح ما لا يعلمه إلا الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وبسطت له الفراش، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: يا أبي، أمرني ربي أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. قال أبي متعجبا مندهشا: يا رسول الله، أسمالي ربي باسمي في الملأ الأعلى؟ قال: أي والله، أسماك ربك باسمك في الملأ الأعلى. فيا له من فضل، ويا لها من مكانة للذي يكون قريبا من الله، للذي يتعامل بإخلاص مع الله. اعلموا رعاكم الله أن الذكر يجعلك بعيدا عن الشقاء والعناء. الربيع بن حسين، هذا الرجل الصالح، كان شديد العبادة لله. أراد بعض الفساق أن يفتنوه، أن يبعدوه عن العبادة، فسلطوا عليه امرأة وأعطوها 1000 درهم، إن فتنته أبعدته عن العبادة. ذهبت إليه، فلما وقفت أمامه وأحس بغدرها ومكرها ذكرها بالله، فقال لها: يا أمة الله، كيف بك إذا نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين؟ كيف بك إذا دخلت في القبر وجاء إليك منكر ونكير؟ كيف بك إذا وقفت بين يدي الرب العظيم؟ كيف بك إذا لم تتوبي وألقيت في الجحيم؟ فصرخت وولت هاربة عابدة تائبة إلى ربها، تصوم النهار وتقوم الليل، ولقبت بعابدة الكوفة. لذلك أيها الأحباب، الشيطان شغله الشاغل أن ينهيك عن ذكر الله. أما المؤمن الصادق مهما كان ينشغل في الدنيا، في تجارة، في عمل، لا يغفل عن ذكر الله، لأن الله سبحانه وتعالى وصف الذين يذكرونه حتى وهم في العناء في الدنيا وفي العمل بالرجال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يذكرون الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحيانه. لذلك سيدنا سليمان
وهو في موكبه العظيم يطير على الريح ويجلس على البساط، فينظر رجل يعمل في أرضه حراث، ينظر إلى الموكب فيقول: لقد أوتي آل داود ملكا عظيما. يسمع سيدنا سليمان يذهب إليه ويقول له: أنت قلت كذا وكذا؟ قال: نعم يا نبي الله. فيقول له: يا عبد الله، لتسبيحة واحدة متقبلة أحب إلي من ملك آل داود جميعا. لماذا؟ لأن التسبيحة تبقى وملك آل داود يفنى. فاحرصوا رعاكم الله على الذي يبقى، واتركوا الذي يذهب ويفنى. لذلك اعلموا رعاكم الله، عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أوصني يا رسول الله ولا تكثر علي، أريد شيئا أتشبث به يا رسول الله ولا تكثر حتى لا أنسى، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. فاحرصوا رعاكم الله، لأن الشيء الوحيد، تخيل عندما تدخل الجنة هل يريد الإنسان شيئا غير هذا؟ أهل الجنة عندما يدخلون الجنة لا يتحسرون على شيء إلا أنهم يتحسرون على ساعة مرت عليهم في الدنيا لم يذكروا الله فيها، أو كما قال الله عنهم في النبي. سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، أيها الأحباب، اعلموا رعاكم الله أن ذكر الله سبب من الأسباب التي تجعلك في ظل الله يوم القيامة. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله ففاضت عيناه. فاحرصوا على هذه العبادة العظيمة. يقول مولانا في كتابه الكريم: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالشيطان حرصه الدائم أن يبعدك عن ذكر الله. أما المؤمن التقي، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أيها الأحباب، الإنسان يوم القيامة يحتاج إلى حسنة قد تكون سبباً في بعده عن النار، قد تكون سبباً في حجاب له من النار، بسبب تسبيحة، بسبب أن يحمد الله، بسبب أن يكبر الله، بسبب أن يذكر الله. أمور قد يتهاون فيها بعض الناس، لكنها تأتي يوم القيامة بأجر عظيم وثواب عظيم لصاحبها،
نسأل المولى تبارك وتعالى أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. توجه إلى الله سبحانه وتعالى الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم اصرف عنا يا مولانا الأذى وسيء الأسقام، احفظنا يا مولانا من الوباء ومن البلاء وقنا شر الذات، واحفظنا يا مولانا من شر الحوادث وفواجع الأقدار ومر القضاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.